نعم. قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صلى الإمام منفردا أو إماما وكانت الصلاة سرية فمر بآية سجود، هل يسجد التلاوة أم لا؟ أما المنفرد فيسجد، وأما الإمام فذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، يعني معناه لا أصل لا يتقصد هذا، لأنه إما أن يسجد فيشوش عليه، وإما أن لا يسجد فيترك السجود، فالأولى أن لا يقرأ. ولكن إن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة الظهر الإكلام من تنزيل السجدة وسجد فيها، فالقول بالكراهة لا محل له. نعم.